جيت مع هذا التضامن فيها الخير والبركة، والمساعين تاعها عجبونا وتهلوا فينا وما خصتنا حتى حاجة ودنا المناكس تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية باسم هذا الوفد من المسنين أهني الشعب الجزائري بالعيد المبارك، وأقول كما قلتم، ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها الحجاج في هذه السنة، إلا أن حجاجنا ولله الحمد هم متواجدون كما تلاحظون ويتمتعون بصحة جيدة وبسلامة تامة نظرا لسنهم المتقدم ولوضعهم السني كذلك في بعض الحالات وعند بعض الحجاج. وهذا يخلينا ربما نبذل مجهود أكبر حتى نكون في مستوى خدمة هذا الفريق، هؤلاء الحجاج الميامين من المسنين والمعوزين. وظروف صعبة شوية، ولهذا بقات تقينا كمشرفين على الوفد هذا باتصال تقريبا يومي بيننا وبين وزارتنا. الله يقبل زيارتنا إن شاء الله ويقبل حجنا إن شاء الله، وتهلوا فينا هذا الناس، ما خصتنا حتى حاجة، لا في مرقد لا في ماكلة لا في شراب لا في ديانة لا في فرائض لا في سنون لا في كل شيء. تهلوا فينا، الحاج عيسى مسكين ما يمنعش واحد، وصحابه والطب تهلوا فينا، ما خصنا لا دواء لا حية لا ولو، كل شيء موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أود أن نشكر الوفد الذي مشى معنا طيلة هذه المناسك، وكانوا حقيقة في المستوى صاهرين علينا وعلى الحجاج، وخاصة الحجاج الكبار السن كانوا يراعوهم كأنهم أباءهم أو أمهاتهم. نشكرهم كثير كثير جدا لأن قاموا بالواجب تاعهم فوق اللازم. السلام عليكم. ما هو مهم أن يقال أو يذكر به أن أداء هذه الشعائر بتعظيمها وتقليد الصحابة يصبح الحج كمتعة وسهل. ونشكر النظام هنا في العربية السعودية في الأماكن المقدسة، والحمد لله لقد عدينا شعائرنا في راحة مع التقنيين اللي معانا، منها الأطباء منها المرشدين، والحمد لله. واش تقدر تقول الحاج وانت كملت المناسك؟ نقدر نقول انه عشنا في واحد الوقت وين تفكرنا الصحابه وتفكرنا المعاني الصحيحه للشعائر. كان مثلا هدرنا درنا الصفا والمروه، تذكرنا السيده هاجر رضي الله عنها وما كانت في مصائب ثم فتح الله عليها، الله يفتح علينا كما فتح عليه، وأداء ما فعل إبراهيم الخليل بالرجم. وكل هذه لما نتذكر المعنى العقائدي لهذه الشعائر ندرك أن الحج يصبح عظيم، شيء عظيم عظيم عظيم. أنا من عنابة برحايل فاطمة الزهرة، أنا من تاع الرايس، ربي شد لنا في سيد الرايس وربي شافيه وربي يعطي ما يتمنى، وان شاء الله يخلينا وربي يصلح لنا البلاد وربي يطول له عمره وربي يطول له عمره ان شاء الله. واني دعيت لك سيد الرايس وراني فرحانه بك بعثتيني، وربي يخليك، ورام قايمين بينا سيد الرايس، رام فرحانين بينا يا سيد الرايس، بعثة تاعنا الله يخليهم الله ينورهم، وانت ربي يشافيك ان شاء الله ويحفظك لينا ان شاء الله، وربي يسترنا في البلاد. الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اما بعد السلام عليكم ايها الحجاج كلكم، يعني من كل من كل من كل بلد قاع اخوان، ان شاء الله الحج مقبول والذنب مغفور والسعي مشكور، ونشكر الجزائريين ونشكر اخواننا السعاد، يعني لهنا نتاع بلادنا كما رانا قاع بلادنا على كل حال. والحمد لله
وربي يحفظنا ويحفظكم، الله يجبنا ويجبكم فيما هو خير، وإن شاء الله الحج مقبول والذنب مغفور والسعي مشكور. وشكرا لكم وشكرا للجميع، والله ينصر البلاد، والله يجعل إن شاء الله الجزائر منصورة، والله وتحية العزيز بوتفليقة، وتحية الجزائر كلها، والسلام عليكم. حس روحي راني ملاح الحمد لله، وراني نتغرط على الرئيس تاعي. صح الحج. كما في الأخير توجه بالشكر الجزيل إلى قناة الفضائية شروق تي في، ونقول لهم بارك الله فيكم من المدير إلى آخر عمل عامل، وشكرا.